تمام بھائیوں کو بزرگوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی حاضری اور میری حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے جن بھائیوں نے بزرگوں نے اس محفل پاک کا اہتمام فرمایا اللہ پاک ان کے کاروبار مال جان عزت آبروں میں برکتیں عطا فرمائے. میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے بھائی محمد فیاض احمد صاحب دعا فرمائے اللہ پاک ان کے کاروبار مال جان عزت آبروں میں بھی برکت عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ صرف الله ثم صرف الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلب.
صلصال كالفخار وخلق الجان من رب المشرقين ورب المغربين فبأي ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي ربكما تكذبان يخرج منهما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.